الرئيس اليمني يؤكد ثقته في قدرة الجيش والشعب في تحقيق النصر على ميليشيا الحوثي. الاتحاد الأوروبي يتحقق من مصير مليار يورو قدمها لتركيا من أجل اللاجئين. الحكومة البريطانية تجتمع اليوم بعد الموافقة على نص الانسحاب من الاتحاد الأوروبي. السابعة صباحا الخامسة بتوقيت غرينتش، موجز لأهم وآخر الأخبار يأتيكم من القاهرة، أهلا بكم. قال رئيس اليمني عبد ربه منصور هادي إن بشائر النصر قادمة لينعم اليمن بالأمن والسلام والاستقرار المنشود. وأشاد هادي بانتصارات الجيش الوطني والمقاومة في معارك التحرير واستعادة الدولة وإنهاء الانقلاب، وأكد قدرة وانتفاضة الشعب اليمني في كل المحافظات على تحقيق النصر على ميليشيات الحوثي التي تعيش أسوأ لحظاتها نتيجة للخسائر والهزائم الكبيرة التي تعرضت لها. أعلن مفتشون أوروبيون أن السلطات التركية رفضت تقديم معلومات حول كيفية إنفاق مبلغ مليار يورو قدمه الاتحاد الأوروبي لأنقرة لمساعدة اللاجئين. وقال مفتشون في تقرير جديد لهم إن أنقرة رفضت الكشف عن أسماء وأرقام بطاقات الهوية وعناوين الأشخاص الذين استفادوا من مشروعين أوروبيين لدعم اللاجئين. ووصفت المقارة الأوروبية هذا الوضع بالخطير، معربة عن مخاوفها من أن الأموال لم تصل إلى اللاجئين بكاملها. تعقد رئيسة الوزراء البريطانية تريزا مي بعد ظهر اليوم اجتماعا لمجلس الوزراء لمناقشة انسحاب بلادها من الاتحاد الأوروبي بعد موافقة المملكة المتحدة والاتحاد على نص مسودة اتفاق الانسحاب. كان وزير شؤون مجلس الوزراء البريطاني قال إن مي تصر على أن يخول الاتفاق للمملكة المتحدة التحكم في قوانينها الخاصة بخصوص الحدود والأموال، إلى جانب حرية إبرام اتفاقات تجارية مع حماية الوظائف والأمن وحالة الاتحاد. رشح رئيس الأمريكي دونالد ترامب الجنرال المتقاعد جون أبي زيد سفيرا لدى السعودية. وكان أبي زيد عمل قائدا للقيادة المركزية الأمريكية خلال حرب العراق، ويتعين أن يؤكد مجلس الشيوخ ترشيحه. يشار إلى أن الولايات المتحدة ليس لها سفير في السعودية منذ تولي ترامب السلطة في يناير 2017. يبحث قادة دول جنوب شرق آسيا والصين والولايات المتحدة والاقتصادات الإقليمية الأخرى التوصل إلى اتفاق تجاري ضخم تدعمه الصين، ويستثني واشنطن كرد على سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التجارية أحادية الجانب، والذي يغيب عن القمة 33 لجنوب شرق آسيا والتي تستضيفها سنغافورة. كما ستتناول القمة الملف النووي لكوريا الشمالية والأوضاع في ميانمار، خاصة ما يتعلق باستهداف أقلية روهينجا المسلمة. لمزيد من الأخبار تابعوا موقعنا الإخباري extranews.tv. إلى اللقاء.